فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يكثر في مجالس أقاربي الغيبة والكذب في أثناء الحديث، فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس؟ وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر؟ نعم، هذا من المنكر، الغيبة هذا من المنكر، والنميمة والكذب، انصحهم، الواجب عليك النصيحة، فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله، وإذا لم يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم، تبتعد عنهم لئلا تشاركهم في الإثم. نعم.